مرحبا، أنا اسمي نور بازرباشي، رسامة سورية مقيمة بدبي. كلياتنا عم نحاول نعمل نغير الأجواء الحجر الصحي بالبيت. أنا مبادرتي هي إنه أعطي دروس رسم فري سيشنز على الإنستغرام لكل الأولاد أو لكل المواهب الجديدة اللي يكتشف موهبته. هيك بتفرغ الطاقة السلبية، وبتعرفوا الألوان بتعطي طاقة إيجابية. ففيكم تحضروا صفحتي على الانستغرام نور بازرباشي ارت تتحضروني وتشوفوا دائما كيف بنعمل لوحات خطوه بخطوه. ستي هوم وستي سيف. وفكره ثانيه، فينا ننتقل للحديقه وننظم فيها اشياء جديده. انا بالنسبه لي هون قطعت الارضيه وعملتها الوان، وبهي النشاط فيهم الاولاد كمان يشاركوا فيها وبيعبوا وقتهم وبيعملوا شيء مسلي ومفيد.